بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتكلم عن أربعة ميثود ظراف جدا، ومنهم البرنت اللي احنا شغالين عليها على طول عشان هناخد شوية معلومات فيها أدفانسد بإذن الله. أول حاجة عندنا تكون السم. السم يا جماعة بتجمع لك مجموع العناصر الموجودين جوه الإيتيرابل الخاص بيك وتطلع لك الناتج. السم ببساطة بتقبل منك حاجتين، الإيتيرابل أوبجكت والستارت. مين الستارت ومين الاتيرابل ومين فيهم اجباري ومين اختياري؟ السؤال ده واحد صاحبي مره سالوني، ازاي اعرف هل البروم اللي انا بضيفه في الفانكشن اجباري ولا اختياري من غير ما اروح للدوكيمنت؟ قلت له بالمنطق، بالمنطق. بس دلوقتي دي فانكشن بتجمع مجموع العناصر الموجوده في الاتيرابل عندك. هل الطبيعي ان انا ما اديلوش مثلا الاتيرابل، ما اديلوش الليست اللي فيها العناصر؟ لا، هو طالب منك الليست عشان يجمع لك اللي فيها. حلو. الستارت ده ايه؟ الستارت ده الديفولت بتاعه صفر، بيديك رقم، الرقم ده بتضيف عليه مجموع العناصر اللي جوه الاتيرابل ويديك النتيجه. الله، يبقى ده مش اجباري، يبقى انت ما بتجبرنيش، يبقى عندي ليست فيها مجموعه عناصر اجمعها وتجبرني احط عليها رقم، مفيش الكلام ده، يبقى ده اختياري. طيب عندي ليست فيها ارقام 1 10 19 مثلا 40، قلت له برنت سم اي. برنت سم اي هيعمل ايه؟ هيجمعهم لك كلهم على بعض اهو 70. لو جيت قلت له دلوقتي بعدها print sum A واضيف عليهم 40، ده الرقم الستارت اللي هو هيبدأ منه السم، واقول له اتفضل عمل ايه؟ 110. ده ببساطة شديدة السم بتاعتنا النهاردة. طيب عندنا حاجة ظريفة جدا جدا اسمها round. round بتعمل ايه؟ round يا جماعة بتقرب لك الرقم، بتطلب منك النمبر اللي انت عايز تقربه، وبتطلب منك النم of digits. num of digits، num of digits اللي هو عدد الارقام اللي انت عايز تظهرها بعد العلامه العشريه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت قلت له print round قرب لي الرقم، بص number و number of digit، قلت له قرب لي الرقم اللي هو 150.499، هيقربه لي ازاي يا ترى؟ تعال نشوف. قربه لي لحد 150. حلو قوي الكلام ده، 150.499 قربه لي 150. طب ليه يا شباب؟ ليه ما قربوليش ل 151؟ عشان انت ما وصلتش، ما عدتش النص. 500 هيقربولك برضو 150. شايف؟ اول ما تعدي النص بالشكل ده يقربولك بقى للواحد، فتبقى 151. حلو الكلام. نيجي بعدها على طول لل number of digits. هو هنا كتب لك 151 رقم صافي، لو حابب ان يكون فيه ارقام عشرية ويقربها لك عشان ما يبقاش كده، عشان يبقى ادق، ممكن يبقى ادق في الفلوس وفي البنوك وفي الحاجات التقيلة، هنا الفروق دي ممكن تعمل الافات. فهنا هقول له 2، عايز رقمين بعد العلامة العشرية. ايه اللي حصل هنا؟ قال لي 150.5. 5 دي يا شباب اللي هي 50. بالمناسبة لو انا خليت لك دي 5 هيكتبها بالشكل ده 55. حلو قوي الكلام ده. طيب الخمسة دي يا شباب النص، لو قلت له كده 56 مثلا، دي 55 هنا بيعمل ايه؟ قلت له انت عايز رقمين عشرين، هو عمل ايه هنا؟ قرب لك الخمسة دي للواحد، فحطها اللي بعدها بقت 56، عشان انت طلبت منه عددين بس، مش هينفع يلغي دي هو دلوقتي. طيب لو انا خليت دي 4 كده، بصوا ايه اللي حصل؟ 150 55 اهو، ما قربها ليش، ما قرب ليش الرقم، لانه ما عداش النص او ما وصلش النص. فايه الحل دلوقتي؟ الحل ان ده الرقم ده عشان اقربه وما يضيعش مني، حاجه من اتنين، يا اما اخلي دي 3 فيطبع لي الثلاث ارقام عشان ما يبقاش فيهم مشاكل اهو 554، يا اما اخليها 2 والرقم ده يكون عالي فيقربهولي، لكن عشان مش عالي مش هيقربهولي، فقال لي 150.55 اللي هو الرقمين اللي انا طلبتهم منه. طيب ندخل على حاجه ظريفه جدا اسمها رينج. رينج يا جماعه اتكلمنا عنها قبل كده في درس بتاع اللوب، بس ما اتكلمناش عن تفاصيل الفانكشن نفسها. رينج بتطلب منك ستارت واند وستيب. ايه دول بقى ومين فيهم اجباري؟ ستارت هو المكان اللي انت بتبدا منه، الرقم اللي انا هبدا منه، الرقم ده انا مش شرط اكتبه، لو ما كتبتوش هيبدا من صفر. مين الاند وهل لازم اكتبه؟ الاند الرينج، المكان هيقف عنده الرينج ده، مجال من صفر لحد حته. الاند بقى لازم اكتبه؟ اه لازم اكتبه. ليه؟ عشان حضرتك لو ما كتبتوش هيمشي الى ما لا نهايه، وده اسمه رينج، مجال، مدى، مدى لازم من حته لحته. حلو. طب والستيب؟ الستيب الديفولت بتاعها واحد، ان هو بيمشي واحد 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 ورا بعضه، لو انت قلت له ستيب 2 هيفوت رقم ويكمل، هيفوت رقم ويكمل وهكذا. تعالوا مع بعض نطبق اللي اتعلمناه قبل كده وناخد ميثود الليست. فاكرين ميثود الليست؟ هخلي ميثود الليست تاخد الرينج ده وتطلعه لي كليست. هقول له ليست وجوه هنا هيكون في رينج واكتب له بس صفر. صفر معناه ايه؟ واحده واحده معايا. صفر انت قلت له الستارت مش اجباري والاند اجباري. الستارت انا دلوقتي مثلا ما كتبتوش فبقى صفر،
والان ده انا كتبته صفر، فهيقول لك ان الليست دي من صفر لصفر، هو ده اللي انت كتبته دلوقتي بالظبط. طيب تمام جدا الكلام ده. طب انا هلغي صفر دي واخليها 10. 10 دي يا ترى معناها ايه؟ بص معايا كده، 10 معناها انت ما كتبتش الستارت وكتبت الاند. 10 دي يا شباب هيجي واحد يسالني بقول لك ايه يا عم، واحده واحده معايا بقى، هو انت ليه ما خليتش ال10 دي ستارت؟ هو انت ليه حسبتها بمزاجك على انها اند؟ انا لسه ردد عليك في السؤال ده دلوقتي، انا لسه قايل لك انه الاند اجباري، فانت بديهيا كده بالمنطق لما تديله رقم معناه ان انت بتديه رقم الاند، عشان هو الاجباري مش هياخد رقم في الاوبشنال الستارت ويسيب الاجباري. طيب انت خدت ال10 ده في الاند، عسل كده، عسل. الستارت بقى ايه؟ صفر، بيبدا من صفر، من صفر لحد 10. طب ليه ما جابش ال10؟ عشان زي ما عملنا في دروس السلايسنج قلت لك ان هو نوت انكلودنج ذا اند. فاكرين السلايسنج ما بيوصلش للاند، يعني تيجي عند الاند ويتبع الرقم اللي قبلها بس. طب عسل قوي الكلام ده. طب تعال نجرب الستبس. انت قلت له هنا مثلا 10 وبعدها على طول خلينا نقول له صفر لحد 10 بالشكل ده، ده الرينج بتاعي او لحد 20. وبعدها الستبس يا جماعه هتكون 2 مش 1. هيعمل ايه دلوقتي بقى؟ هيتبع لك الصفر ويفوت الواحد، اتنين ويفوت التلاتة، اربعة ويفوت الخمسة، ستة ويفوت السبعة، لحد التمنتاشر، هيفوت التسعتاشر، هيتبع العشرين؟ لا، عشان الاند ما بيتعملوش انكلود. طب امتى هيتبع العشرين؟ لو انت قلت له 21، كده هيتبع العشرين، مفيش مشكلة خالص. كده تمام؟ ده بالنسبة للرينج. ممكن بقى الكلام ده كله تعمل عليه لوب وتعمل عليه كل اللي احنا اتعلمناه قبل كده من غير أي مشكلة خالص. ندخل بقى على البرنت. البرنت حاجه من الحاجات الظريفه اللي هيكون فيها باذن الله حاجات جميله جدا دلوقتي. لو جيت قلت له انا دلوقتي عايز اطبع رساله اسمها هلو اسامه، نفس الرساله دي يا شباب لو جيت عملتها بالشكل ده وبينهم كوما، الاثنين دول هيدوني نفس النتيجه. حد عنده فكره ليه هيدوني نفس النتيجه وليه هنا عمل سبيس هنا؟ هل السبيس دي؟ لا السبيس دي ملهاش دعوه. بصوا انا هلغي دلوقتي الفورمات اون سيف وهلغي اللي هي السبيس دي وهثبت لك ان ملهاش علاقه اهي. التانية دي يا شباب ده عبارة عن رسالة واحدة، الكوما دي في البرنت معناها انت بتطبع رسالتين ورا بعض. رسالتين ورا بعض؟ اه دول فعلا رسالتين ورا بعض. الديفولت سيباريتور بين الرسايل في البرنت هو حاجة اسمها سبيس. لو انت عندك أكتر من رسالة، يعني هنا هلو أسامة هاو ار يو بالشكل ده، وهنا هقول له هلو أسامة هاو ار يو، كل دي يا جماعة رسايل. شايفين اهو الخمسه هيدوك نفس النتيجه، كل دي رسائل. طب ايه الفرق بينهم يا عم اسامه بالراحه كده؟ وايه اللي يخليني افصلهم عن بعض؟ لا اللي يخليك تفصلهم ده وارد جدا ان انت تطبع اكتر من رساله في البرنت. الديفولت سيباريتور بين الرسائل في البرنت هو علامه السبيس. مين الديفولت سيباريتور ده حضرتك؟ الديفولت سيباريتور هو المسافه اللي بينهم اللي هو حطها لك دي. انت عايز تقول لي ان هو اللي حاطط المسافه دي؟ اه. هنكتب هنا سب اللي هي سيباريتور وبدل المسافه هعمل لك علامه الكولون دي بالشكل ده. شايفين؟ هلو أسامة هاو ار يو، اعملها سبيس تاني زي ما كانت اهي، سبيس اهي، احط علامة اد في النص، علامة اد وسبيس اهو. هلو أسامة هاو ار يو، الله ده كده مية مية. طب ايه الفرق بين الحركة دي والحركة اللي فوق؟ الفرق يا شباب ان هو ما يخليكش تفضل تعمل كده بالشكل ده وكده وكده وكده. شايفين كم مرة؟ هفضل اعملهم، هفضل كل شوية اعملهم علشان انا عايز السيباريتور ده. طب ما انا ممكن في مره انا عايز اغير السيباريتور ده واعمل مثلا كده في ثانيه، ايه اللي هيحصل؟ اتغير فوق، هتفضل تعدل في ده وفي ده وفي ده وفي ده عشان تعملها. ده يا جماعه ببساطه شديده السيباريتور. الديفولت فاليو بتاعته سبيس. حلو جدا، افصل بقى السيباريتور ده عشان نخش على حاجه ظريفه جدا اسمها اند. لو جيت قلت له هنا برنت وقلت له فيرست لاين وسكند لاين بعديها بالشكل ده، واحدة واحدة بقى معايا عشان نفهم الفكرة. فيرست لاين وسكند لاين كل واحد هيتبع لوحده عشان انت تتابعه في جملة برنت لوحدها، صح؟ اه صح. لا مش صح. هو بيعمل ايه في البرنت؟ البرنت ميثود اللي انا استعملتها دي عندها حاجة اسمها اند. الاند دي الفاليو بتاعتها الديفولت باك سلاش ان. يعني أول ما تطبع أي ميثود برنت في الدنيا في آخر الميثود دي بيحط لك انتر، بيدوس انتر. يعني دي كمان كده؟ اه دي كمان كده. أي حاجة تطبعها بعديها بيروح حاطط لك باك سلاش ان فتيجي بعديها. الله. طب افرض انا عايز الفيرست لاين والسكند لاين دول يكونوا على نفس السطر، تغير الاند. الاند دي بدل ما هي باك سلاش ان بتعمل انتر، لا هقول له بص لوك اتس مي اند. شوف هتطلع فين اتس مي اند دي. بص فيرست لاين لوك اتس مي اند، دي الاند اللي كانت انتر، هو كان عاملها انتر، هتنزل بتدوس انتر وسكند لاين يبدا من تحت. لا حطيت بدلها جملة فالتانية جت جنبها عشان مفيش انتر.
طيب الجملة دي أنا لازم أكتب جملة؟ لا، أنت ممكن تعمل مسافة، مسافة أهي بالشكل ده، فكتب لي first line second line. طب دي يا شباب الإند بتاعها باي ديفولت قلنا إنه بيحط إنتر صح؟ أنا ما كتبتش فيها حاجة وهكتب third line دلوقتي. وقف الفيديو وفكر معايا شوية النتيجة هتطلع إزاي. قبل ما أشغل هقول لك، first line العادي بتاعه إن الإند بيحط إنتر فهيطبع first line في سطر، لكن أنا شلت الباك سلاش إن وحطيت مسافة فمفيش إنتر. second line هتيجي جنبها، سكند لاين عشان ما اتحكمتش في الاند هيحط باك سلاش ان فهتنزل انتر، فكده يبقى فيرست لاين وسكند لاين على نفس السطر وثيرد لاين في سطر جديد. بصوا معايا اهو، فيرست لاين سكند لاين والثيرد لاين في سطر جديد. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.